رمضان كريم وتنعاد عليكم يا رب بالصحة والخير والعافية والله يتقبل أعمالكم. أنا أخصائية التغذية رانيا، اليوم رح أحاول أعطيكم نصائح بسيطة تتبعوها برمضان وزنكم ما بيزيد، وإذا التزمتوا فيها عن جد رح ينزل وزنكم. هلا أول شيء أنا رح أخبركم خلال ساعات الصيام الجسم شو بيصير فيه. نحنا أول شيء الجسم بيستهلك طاقة من كمية السكر الموجودة بالدم. من خلاص من كمية السكر الموجودة بالدم بيروح ببلش يكسر من السكر المخزن بالكبد. أكيد ضمن عمليات وبروسس علمي ما رح فوتكم بتعقيداتها وبأسمائها أنا، لأنه ما بهمكم أنتوا الموضوع، بهمكم شو بيصير لتضعفوا. منخلص من كمية السكر المخزنة بالكبد شو بيعمل؟ ساعتها بدنا نروح نستهلك من طاقة من الخلايا الدهنية. هون نحنا منبلش نكسر الخلايا الدهنية ومنضعف. كرمال هيك نحنا الأشخاص اللي بيكون عندهم مقاومة أنسولين بننصحهم بنظام الصيام المتقطع، وأثبتت على الخبرة إنه عن جد بفيدهم، لأنه بيكونوا عم يستهلكوا كتير من كمية السكر المخزنة بجسمهم. هلأ صوموا تصحوا، بس اللي نحنا بنعمله صوموا ولا تصحوا، لأنه بناكل كميات سكر كبيرة، منبلش من وقت الأذان لحد ما وقت السحور على أكل وعلى حلو وعلى تخبيصات. هلا أنا رح أحاول أعطيكم بروسيس كتير بسيط للناس اللي ما إلها خلق تحسب سعرات حرارية، للناس اللي بتشتهي كل يوم مثلا وجبة شكل ما بحب يكون عندها ورقة، والله أنا بكرة رح أكل كفتة وبعد بكرة رح أكل دجاج. رح أعطيكم طريقة تتبعوها، صدقوني إذا مجيتوا بحزافيرة ما رح يزيد وزنكم، لا والأحسن إنه وزنكم رح ينزل. هلأ قد ايه الوزن قادر ينزل برمضان وبغير رمضان؟ قادر ينزل بالأسبوع من نص كيلو لكيلو نص. حتى إذا برمضان نزلنا نص كيلو بالأسبوع بكون كتير منيح. أي شيء أكتر من هيك العالم اللي وزنها بكون كتير عالي بتكون عم تنزل من كمية المي اللي مخزنة عندها، بس هو علميا يعني جسم كدهن بس ما قادر ينزل أكتر من كيلو ربع لكيلو نص. مشان هيك الناس الأوفر ويت والأوبيس أول فترة نظامهم الغذائي بحسوا وزنهم عم ينزل بسرعة، لأنه بكونوا مخزنين كمية مي عالية. ليه؟ من وراء كثرة أكل النشويات والسكر الجسم بخزن، مع الدهن بده يخزن مي. فمشان هيك أنا بنصحكم أنكم طولوا بالكم، تفوقوا على حالكم، تحطوا لهدفكم مدى كرمال تلاقوا نتيجة مش بالوقت الحالي، كرمال تلاقوها لبعدين. رمضان استفيدوا منه يكون شهر تجهزوا حالكم أنه من بعد ما يخلص هذا الشهر أنه نحنا نكمل بتغيير اللايف ستايل تاعنا. هلا اول شيء ما نبلش، نحن بكون لنا ساعات صيام طويل، مش انا بس يقول الله اكبر بيجي ببلش عصير قمر الدين وجلاب وست سبع حبات تمر، هذا اخطر شيء ممكن تعملوه. ليه؟ لانكم بتكونوا عم تهلكوا للبنكرياس، يعني صايم له اكثر من 16 ساعه، بتجوا انتم فجاه بتعطوا كل كميه هالسكر، فشو بيصير عنا؟ بيضرب عنا الانسولين بالدم مطلوع، وبس تكون كميه الانسولين عاليه بالدم الجسم بيضلوا يطلب أكل أكتر وأكتر. مشان هيك نحنا بدنا نبلش إفطارنا بطريقة ما نعمل كتير لود على البنكرياس ونهلكه، ونخلي كمية الإنسولين عالية كتير بالدم. بيقدم تفطروا على كباية مي، حبة تمر كبيرة أو ثلاث حبات صغار، خمس ست سبع حبات تمر، حتى لو التمر صحي هيدا الشيء منه مزبوط. من بعد ما نخلص انا بفضل دائما شوربه الخضره لانها عاليه بالالياف وعاليه بالنشويات المعقده. هلا بدكم شوربه عدس، اي نوع شوربه انتم بدكم اياه ما عندي مشكله، بس انا ما بفضل تستهلكوا الشوربات اللي بيكون فيها كريمه، كميه كريمه عاليه، او اذا بدكم تعملوا شوربه في بقلبها كريمه، مثلا لما بيكون المقادير بدها كبايتين كريمه نحن فينا نحط ثلث كبايه كريمه ونكسر الباقي بالحليب، هيدي للكميه كلها. هيك انتو بالكاسة ما بكون طلع لكم شيء. فمناكل كاسة شوربة، شوربة دجاج مع خضرة، شوربة خضرة بشعرية، شوربة عدس، بس كاسة مش نروح نجيب كاسة. ومن بعدها بنجيب الصحن. اسهل طريقة هيدي انكم تقسموا فيها صحنكم، فيكن تقوموا تصلوا وترجعوا تكملوا اكل، فيكن تقعدوا تاكلوا دغري. منجيب الصحن تعولنا، اكيد ما منروح منجيب صدر، هذا الصحن منقسمه بهيدي الطريقة، نصه رح يكون للخضار، ربعه راح يكون للنشويات، والربع الثاني راح يكون للبروتين. هلا كيف منبلش اكل؟ اكيد النشويات بفضل انا النشويات المعقده اللي جايه من الرز الاسمر، من الباستا السمراء، برغل، عدس، هاي النشويات المعقده اللي ما بيكون
امتصاصها سهل ومنا معرضة لعملية تصنيع قبل ما توصلكن. فأنا بنصحكن دايما نبلش بالسلطة، بس نحن عم نعمل الفتوش مش مندلق قنين زيت الزيتون دلق، لا. إذا أنا عم بعمل جات فتوش مثلا لثلاث أشخاص، معلقتين كبار زيت زيتون بكفي، ومعلقة ونص كمان بتكفي، بس دلق زيت الزيتون ودلق دبس الرمان بقلب جات الفتوش ببطل صحي. فمنبلش نحن بالصحن الفتوش أو السلطة، أي نوع سلطة أنتو بدكن إياها. بنرجع منبلش بالبروتين، ما بناكل النشويات قبل البروتين، مش لأنه النشويات مش صحية ومش لأنه أنا مش لازم أكل نشويات، بالعكس، لأنه أول شيء البروتين هو عامل بناء للعضل، ونحن منخاف خلال ساعات الصيام انه نكون استهلكنا كتير طاقة من الاشياء اللي مخزنة عنا، وما منا نستهلك طاقة من العضل ونبلش نكسر من العضل، فنحن منا ناكل بروتين. الشغلة التانية، البروتين بشبع فترة اطول، وبلحظتها رح تحسوا بالشبع بفترة اقصر. يعني اذا انا اكلت سلطة وبلش اكل نشويات ومقبلات وبعدني انا مش ماكل البروتين، رح ضلني اكل وما ححس حالي اني شبعان. اخر شيء منبلش بالنشويات. اذا اخترتوا انتو النشويات تكون عبارة عن كباب، عن رقاقات، هيدي تعتبر مصدر نشويات كمان، فمن بعدها بنرجع بنكمل بالنشويات. حسينا حالنا شبعانين منشيل النشويات، ليه؟ لانه انا من بعدها رح اخذ نشويات من مصادر تانية، وانا اصلا اخذت نشويات من الشوربه ومن التمر، واذا كنت شربانه كبايه تمر كمان انا اوريدي اخذت من النشويات. فاذا صحني الرئيسي ما كان في بقلبه نشويات، ما عندي مشكله. بين الفطور والسحور، اول شيء ما في داعي ناكل كباب ورقاقات بهيدي الفتره. نحن هون بالخليج بنسميها الغبقه، فانا بفضل انها تكون عباره عن قطعه حلو صغيره مع ثلاث حصص من الفواكه. عصائر، بتمنى عليكم تجيبوا عصائر بديله قليله بالسعرات الحراريه، وانا بفضل انكم تشربوا مي لانه جسم ما بيرتوي الا بالمي. قمر الدين، جلاب، عصير الورد، كلها مشروبات عاليه بالسكر كتير وما بترويكم، وراح تكونوا عم تشربوا سعرات حراريه وما عم تاكلوا، ما عم تستفيدوا من الشيء اللي انتم عم تاكلوا. اول شيء اذا اجى عبالنا حلو جاهز، ما يكون اكثر من 3 مرات بالاسبوع اذا مش نحن محضرينه بالبيت. مثلا اذا بدي اكل كنافه هيك بعير 3 صابيع من ايدي، بيكون القياس هالقد. هيدي اسهل طريقه انكم تعيروا فيها. القطايف، الكلاش، كل هالشغلات قلت لكم ما بفضل انا تكون اكثر من مرتين لثلاث مرات بالاسبوع. الايام البقايا بنعمل نحن الحلويات بالبيت، واذا بدكم كمان كل يوم تعملوها بوسكم بايديكم ساعتها. الفطاير بدل ما نقليها بنشويها، ومن بعد ما نشويها بنحضر نحن القشطة بالبيت، افضل بكثير من القشطة اللي برا اللي ما معروف شو حاطين فيها. وبلاس اخر شيء بس نخلص، يا اما بنجيب شيرا دايت مثل تروبيكانا سليم اللي هو قطر، يا اما بحط معلقتين عسل صغار على القطايف تعولتي. ما في داعي للجيمات، نقعد نقصقص الجيمات ورا الفطار. السمبوسة منا سناك، الكباب منا سناك، المعجنات الصغيرة حتى لو صغيرة هيدي منا سناك. باخد معهم 3 حصص فواكه، من بعدها بنريح لوقت السحور. وصلت انا على السحور مني جوعانه، مش بدي اقعد اخصب حالي بالاكل لانه انا خايفه عندي 16 ساعه صيام من بعدها رح تجوعوا، يعني رح تجوعوا. بنتسحر مثل ما بنتروق نحن بالعادي، كبايه فول، انا ناكل روب مع شويه مكسرات مع شويه فواكه، فينا نسلق بيضتين مثلا ونحط عليهم وناكلهم مع توست، اي شيء من خيارات الترويقه اللي انتم بتاخذوها. بس انا ما بنصحكم اذا باقي مشبوس وبرياني من وقت الفطار نقعد نحط، لانه حرام ينكبوا ناكلهم على السحور، لا ما رح ينكبوا، ناكلهم ثاني يوم على الفطار. بس خلوا سحورنا يكون لطيف هيك عالي بالبروتين مثل ما قلت لكم، بيض، الاجبان الطبيعيه، الحلوم، فول، فينا نعمل فتي، فينا نحطهم بلا توم عشان ما نحس بالعطش ثاني يوم. فهيك نحن بنكون عم نحاول على قد ما فينا انه نحافظ على وزننا، وبالاحرى كمان انه وزننا ينزل. هلا كمية الرز والخبز منقللها ومنكترها حسب الوزن، كل ما كان وزننا قليل، مع مثلا واحد وحده وزنها 60، ما في داعي على الفطار تاكل اكثر من 10 معالق، بنتمنى 10 معالق رز كبار، وما في داعي على السحور تاكل اكثر من شريحتين توست. كل ما وزننا علي الكميه بدها تكبر طبعا، والبنت غير الشاب. فنحن مثلا اذا وحده وزنها 80 و85 و90 اكيد على الفطور رح تحتاج مثلا كبايه رز اكيد من غير سناكس،
يعني من غير ما تاكل. اذا زادت رقاقات واذا زادت سمبوسه بتتخفف من كميه الرز، ومثل ما قلت لكم بتاكلوا البروتين قبل. وعلى السحور كمان نفس الشيء، ما حتحتاج اكثر من مثلا شريحتين توست، او لنقول ما حتحتاج اكثر من 50 جرام خبز، اي نوع خبز انتم بتختاروا. بهيدي الطريقه نحن بنكون عم نستفيد من هيدا الشهر، فاستفيدوا من هيدا الشهر. سو هيدي نصائح عامه ممكن تتبعوها، هيدا كل شيء بشكل عام، وان شاء الله تكونوا استفدتوا. ومثل ما قلت لكم بالبدايه، رمضان كريم وتنعاد عليكم يا رب. كانت معكم دايتشن رانيا.